نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وان افضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، كل ضلاله في النار. اتتكم الساعه بغته بعثت انا والساعه هكذا، صبحتكم الساعه ومستكم، انا اولى بكل مؤمن من نفسه. من ترك مالا فلأهله لورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد، فكل ما أنزل في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة، علمه من علمه وجهله من جهله. لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه، والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به. فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستدلالا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. يعني فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا وفقه الله عز وجل للقول والعمل بما علم منه، وفقه الله للقول والعمل بما علم منه، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه. يعني وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. فهو الكتاب المبين، الفرق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين، أنزله الله عز وجل لماذا؟ لنقرأه تدبرا، ونتأمله تبصرا، ونسعد به تذكرا، ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه، ونصدق أخباره، ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه في شتى مناحي الحياة، ونشتري ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره ورياحين الحكم من بين رياضه وأزهاره. فهو كتابه الدال لمن أراد معرفته، وطريقه الموصلة لسالكها، ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات، ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات. يعني واضح يا إخواني، والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب، وبابه الأعظم إليه، يعني الذي منه الدخول فلا يغلق إذا غلقت الأبواب، هو الصراط المستقيم، وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء، والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء، والنزل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء، لا تفنى عجائبه، ولا تقلع سحائبه، ولا تنقضي آياته، ولا تختلف إخوان الكرام دلالاته، ولا تختلف دلالته، وكلما إخوان الكرام وكلما ازدادت البصائر فيه، وكلما ازدادت البصائر فيه تأملا وتفكيرا زادها هداية وتبصيرا، وكلما بجست معينه فجر لها ينابيع الحكمة تفجيرا. فهو نور البصائر من عماها، وشفاء الصدور من أدوائها وجواها، وحياة القلوب ولذة النفوس ورياض القلوب، وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، والمنادي بالمساء والصباح يا أهل الفلاح، يا أهل الفلاح، والمنادي بالمساء والصباح يا أهل الفلاح، يا أهل الفلاح، حي على الفلاح، نادى به
منادي الإيمان إخواني الكرام، نادى به منادي الإيمان، نادى به منادي الإيمان على رأس الصراط المستقيم: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. أسمع والله لو صادف آذانا واعية، يعني وبصر لو صادف قلوبا من الفساد خالية، لكن عصفت على القلوب هذه الأهواء فأطفأت مصابيحها وتمكنت منها آراء الرجال فأغلقت أبواب رشدها وأضاعت مفاتيحها وران عليها كسبها، فلم تجد حقائق القرآن فيها منفذا، انشغلت بالرسوم والأشكال ولم تنشغل بالحقائق والجذور، يعني انشغلت بالظواهر، يعني انشغلت بالظواهر ولم تشتغل بالأصول الحقيقية، يعني واضح، فيعني لم تجد يعني حقائق القرآن فيها منفذا، وتحكمت فيها أسقام الجهل فلم تنتفع معها بصالح الغذاء النافع الشافي، العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحجبا لها، جعلت يعني جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولم تقبل الاغتداء بكلام رب العالمين ونص نبيه المرفوع صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، كيف احتلت في ظلم الآراء إلى التمييز بين الخطأ والصواب، وخفي عليها ذلك في مطلع الأنوار من السنة والكتاب، وعجبا كيف ميزت بين صحيح الآراء وسقيمه ومقبولها ومردوده وراجحها ومرجوحه، وأقرت على نفسها بالعجز عن تلقي الهدى من كلام من لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو الكفيل بإيضاح الحقائق مع غاية التبيان، وكلام من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم واستولى على الأمد الأقصى في البيان. كلا، بل هي والله يا إخواني فتنة أعمت القلوب عن مواقع رشدها، وحيرت العقول عن طرائق قصدها، يربى فيها الصغير ويهرم عليها الكبير، تضيع الأعمار في القيل والقال، وتضيع الأوقات الثمينة في من غير طائل، من غير انشغال بأشياء لا تسمن ولا تغني من جوع إخواني الكرام. وظنت خفافيش البصائر يعني أنها الغاية التي يتسابق المتسابقون إليه، سراب وهم يعني على أمل السعادة، ولكن هيهات، أين السعادة؟ هيهات، يعني فهم ظنوا أن هذه الغاية التي يسابق أنا لا أقول على أحد، أقول على نفسي، التي يسابق المتسابقون إليها أنا، والنهاية التي يتنافس المتنافسون فيها وتزاحموا عليها، وهيهات أين السهى من شمس الضحى، وأين الثرى من كواكب الجوزاء، وأين الكامل الذي لم يضمن لنا عصمة قائله بدليل معلوم من النقل المصدق عن القائل المعصوم، وأين الأقوال التي أعلى درجاتها أن تكون سائغة الاتباع من النصوص الواجب على كل مسلم تقديمها وتحكيمها والتحكم إليها في محل النزاع، وأين الآراء التي نهى قائلها عن تقليده، وأين الآراء التي نهى قائلها عن تقليده فيها وحذر إلى النصوص التي فرض على كل عبد أن يهتدي بها ويتبصر، وأين المذاهب التي إذا مات أربابها فهي من جملة الأموات إلى النصوص التي لا تذول إذا زالت الأرض والسماوات. سبحان الله، ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس العلم من مشكاتها من كنوز الذخائر، وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر، قنعوا بأقوال استنبطها معاول الآراء فكرا وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فاتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا. درست معالم القرآن في قلوبهم فليسوا يعرفونه، ودثرت معاهله عندهم فليسوا يعمرونها، وقعت ألويته وأعلامه من أيديهم فليسوا يرفعونه، وأفلت كواكبه النيرة من أفاق نفوسهم فلذلك لا يحبونه، وكسفت شمسه عند اجتماع ظلم آرائهم وعقديها فليسوا يبصرونه. واقع إخواني الكرام، خلعوا نصوص الوحي من سلطان الحقيقة وعذلوها عن ولاية اليقين، وشنوا عليها غارات التأويلات الباطلة، فلا يزال يخرج عليها من جيوشهم كمين بعد كمين، نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام اللئام، فعاملوها بغير يعني عاملوها يعني بغير ما يليق، عاملوها بغير ما يليق بها من الإجلال والإكرام، وتلقوها من بعيد ولكن بالدفع يعني في صدورها بها في صدورها، والأعجاز يعني إخوان الكرام يعني، وقالوا ما لك عندنا من عبور، وإن كان لابد فعلى سبيل المجاز إخوان الكرام.
وها نحن مع القرآن وتأملات قرآنية وصورة القصص، صورة إخواني إيه؟ صورة القصص، والآية 12 و13، يعني واضح إخواني؟ الذي قال الله عز وجل فيه: وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، وفرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الكرام، فيعني فيقول الإمام ابن كثير رحمه الله في الآية 13، يعني إخوان الكرام، يعني فرددناه إلى أمه كي تقر عينها أي به، واضح، ولا تحزن. يا سلام، وعد الله عز وجل، ده بس المقدمة في وعد الله عز وجل، يعني لها ولنا، يعني لها ولنا، يعني واضح، يعني كي تقر عينها ولا تحزن. يعني هذه يعني إيه؟ يعني هذه إضاءة على طريق الابتلاء. يا صاحب الشقاء، يا صاحب الابتلاء، يا من فقدت أهلا أو مالا أو شيء أدخل عليك الحزن والألم، واضح، لا تقلق، كن مع الله، يكون الله معك، باب الله مفتوح. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، خطاب للأمة، خطاب للناس، كل الناس. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها، واضح، أي به، ولا تحزن، وعد الله عز وجل، يعني ولا تحزن عليه، ولتعلم أن وعد الله حق. لابد أن الجميع يعلم أن وعد الله حق، أي فيما وعدها من رده. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي، وعد الله عز وجل، ولا تحزني، إنا رادوه إليك، وكمن وجعله من المرسلين، أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين، في الآية 7 من سورة الفرقان. أبشر يا أخي الكريم، أبشر، يعني الباب مفتوح، يعني واضح. فإيه؟ فانظر يا أخي الكريم، فرددناه إلى أمه، يعني فهنا إيه؟ فرضنا له كي تقرأ ولتعلم أن وعد الله حق، العهد في الآية 7، واضح. وحينئذ تحققت برده إليها أنه كائن منه، رسول من المرسلين، ده الوعد، ده الإيه، الشطر الثاني. فعاملته في تربيته له طبعا وشرعا، يعني وقوله تعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون حكم الله في أفعاله وعواقبها المحمودة، المآلات والعواقب، يعني التي هو المحمود عليها في الدنيا والآخرة. فربما أخي الكريم يقع الأمر كريها إلى النفوس وعاقبته محمودة، حقيقي عاقبته محمودة في نفس الأمر، كما قال تعالى في سورة البقرة آية 216: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقول تعالى في سورة النساء آية 19: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويجعل فيه خيرا إيه؟ كثيرا. أخي الكريم، واضح. هنا ننتقل سريعا إلى الإمام الطبري وتأويله لتلك الآيتين 12 و13. قال الإمام الطبري رحمه الله، يقول تعالى ذكره، يعني ومنعنا موسى المراضع، يعني واضح، حرمنا عليه المراضع، منعنا موسى المراضع أن يرتضع منهن من إيه؟ من قبل أمه. يعني ذكر أن أختا لموسى، وهي التي قالت لآل فرعون: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه ويكفلونه، هل أدلكم على أهل بيت
يكفلونه لكم وهم له ناصحون، يعني يكفلونه لكم أي يعني يضمونه لكم، يعني واضح. وقوله وهم له ناصحون ذكر أنها يعني أخذت من رجال فرعون، فقيل قد عرفته، فقالت إنما عنيت أنهم للملك ناصحون. انت ايه الموضوع؟ لا والله هم الناس دي هيبقوا ناصحين للملك. القول في تأويل قوله تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، يقول تعالى ذكر فرددناه أو أي فرددنا، والهاء موسى، فرددنا أي رددناه موسى يعني إلى أمه بعد أن التقطه آل فرعون لتقر عينها بابنها، إذ رجع إليها سليما من قتل فرعون ولا تحزن على فراقه إياها ولتعلم أن وعد الله حق، يعني أن وعد الله الذي إيه إخواني، أن وعد الله الذي وعدها إذ قال لها كما قلنا في الآية 7 فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزن إن ردوه إليك وجعله من المرسلين، الآية يعني حق. وقوله تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون، يقول تعالى ذكره ولكن أكثر المشركين لا يعلمون أن وعد الله حق ولا يصدقون، يعني كذلك. وقال إمام القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن في تأويل تلك الآيات 12 و13 وحرمنا عليه المراضع من قبل، أي معناه من الارتضاع من قبل، أي من قبل مجيء أمه وأخته، وضع إخواني الكرام، يعني والمراضع جمع مرضع، ومن قال مراضيع جمع مرضاع ومفعال يكون للتكثير، ولا تدخل هاء فيها يعني فرقا بين الذكر وبين المؤنث والمذكر لأنه ليس بجار على الفعل، ولكن من قال مرضاعة جاء بالهاء للمبالغة، كما يقال مطرابة، قال ابن عباس لا يؤتى بمرضع فيقبلها، حرمنا عليه المراضع، وهذا تحريم منع لا تحريم شرع، انتبه أخي الكريم، هذا تحريم منع لا تحريم شرع، كما قال امرؤ القيس جالت لتصرعني فقلت لها أقصري إني امرئ صرعي عليك حرام، ده حرام يعني منع، يعني تحريم منع، واضح إخواني. يكفلونه لكم، فقالوا لها عند قولها وهم له ناصحون وما يدريك لعلك تعرفين أهله، فقالت لا ولكنهم حريصون على مسرة الملك، يعني إخواني حريصون على مسرة الملك ويرغبون في ظأره يعني الدعامة التي تبنى جنب الحائط، يعني ظأره يعني مساندته، يعني واضح دعمه. وقال السدي وابن جريج، يعني واضح قيل لها يعني لما قالت وهم له ناصحون قد عرفت أهل هذا الصبي فدلينا عليهم، فقالت أردت وهم للملك ناصحون، فدلتهم على أم موسى فانطلقت إليها بأمرهم فجاءت بها والصبي على يد فرعون يعلله شفقة عليه وهو يبكي يطلب الرضاع، فدفعه إليها فلما وجد الصبي ريح أمه يعني قابل ثديها، واضح. وقال ابن زيد استرابوها حين قالت ذلك، فقالت وهم للملك ناصحون، يعني وقالت ايه وهم للملك ناصحون، وقيل انها لما قالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه وكانوا يبالغون في طلب مرضعة يقبل ثديها، فقالوا من هي، فقالت امي، فقيل لها لبن، يعني قالت نعم لبن هارون، وكان هارون ولد في سنة لا يقتل فيها الصبيان، فقالوا صدقتي وهم له ناصحون، أي فيهم
يعني شفقة ونصح. فروي أنه قيل لأم موسى حين ارتضع منها: كيف ارتضع منها؟ كيف ارتضع منك ولم يعني يرتضع من غيرك؟ فقالت: إني امرأة طيبة الريح، طيبة اللبن، يعني لا أكاد أوتى بصبي إلا ارتضع مني. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.